خدت ايه يا ربيع؟ انت اللي مش عارف تقرا يا عم. وبعدين هو مفتري، انا ماليش دعوه، لازم تساعدني اجيب حقي. طب تعالى عندي خطه جامده هنظبطوه بيها. يلا يلا بينا. انت هتكبر، اول ما يطلع انا هديله بالخشب على دماغه. مش هيجاوب. انا ضربتهولك يا عم والله. لا انا ضربت، اخش ليه؟ قالك وش جوه يا عم. والنبي بلاش، والنبي بلاش. والله يستاهل. طب طب تعالى عندي خطه جامده هنظبطوه بيها. يلا ما انت اللي مش عارف تقرا يا عم. وبعدين هو مفتري، انا ماليش دعوه، لازم تساعدني اجيب حقي. يلا بينا. خش يا جوال. انت هتخبط، واول ما يطلع انا هديله بالخشب على دماغه. قالك وش جوه يا عم. والنبي بلاش، والنبي بلاش. ده انت عيل قليل الادب. صحيح انا ضربتهولك يا عم والله. لا انا ضربت، اخش ليه؟ والله تستاهل. تعال